لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة السبت 12 أكتوبر، والنهاردة القمر موجود في برج الحمل من الساعة 7:15 الصبح. عندنا كمان المريخ والشمس موجودين في برج الميزان، وعندنا فينوس وعطارد في العقرب، والمشتري في القوس، وزحل وبلوتو في الجدي، وعندنا كوكبين ما زالوا بيتراجعوا، أورانوس بيتراجع في برج الثور، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. وعندنا في حالة تنافر فلكي ما بين القمر اللي موجود في برج الحمل والمريخ اللي موجود في برج الميزان، والتنافر بيحصل عند درجة 5 من البرجين. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، وده بيساعدكم انكم تتعاملوا بلياقة وبفطنة مع الآخرين، وتعرفوا تثبتوا وجودكم في كل مكان بتتواجدوا فيه. ورغم العقبات ومواجهة المريخ والشمس، لكن عندكم سحر وتألق وجاذبية بيخليكوا تأثروا في الناس كلها، وخصوصا في الجنس الآخر، وكمان تعرفوا تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة للأسف عندكم تنافر فلكي في منازل الصحة، وده بيخلي طاقتكم ممكن تكون أقل شوية، فنصيحتي ليكم وتاخدوا قسط وافر من الراحة، يعني ما تبخلوش على نفسكم بوقت للراحة. كمان النهاردة بالنسبة لكم يوم مهم جدا انكم تعملوا في سرية وكتمان، ما تعلنوش خططكم، مهم قوي ما تعلنوش اخباركم، وزي ما قلت اعملوا في صمت. كمان مهم تتجنبوا التعالي وتتجنبوا الفخر بنفسكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندكم القمر في منزل الأصدقاء، ده بيديكوا يوم هايل على الصعيد الاجتماعي، هعيد برج الجوزاء. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. والنهاردة مواليد الجوزاء عندكم القمر في منزل الأصدقاء، وده بيديكوا يوم هايل على الصعيد الاجتماعي. والنهاردة كمان ده يوم مناسب جدا لو عايزين تعقدوا صداقات جديدة أو توطدوا صداقتكم بحد. يوم مناسب كمان لإصلاح علاقتكم بالآخرين، فلو في مشاكل مع حد وعايزين تصلحوا الموقف، النهاردة يوم مناسب للتصالح والعمل إصلاح في العلاقات. كمان على الصعيد المهني عندكم قدرة على تنمية أعمالكم، وقدرة أنكم تكسبوا دعم أو مساندة من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس للأسف مهنيا واجتماعيا، فنصيحتي لمواليد السرطان حاولوا أنكم ترتبوا جهودكم وأولوياتكم، وتحاولوا تركزوا أكتر. كمان تجنبوا العصبية والعناد عشان ما تقعوش في أخطاء، وعشان تعرفوا تركزوا، وحاولوا تقاوموا أي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم، وتكونوا متماسكين قدام أي ضغوط مهنية بتقابلكم. حاولوا كمان تكونوا يقظين عشان تعرفوا لو في أي مكائد تعرفوا تكتشفوها. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندكم القمر في منزل الحظ، بيديكوا الحظ رائع على كل الأصعدة. عندكم قدرة تحققوا مكاسب مالية، وعندكم استعداد كبير تزودوا معرفتكم ومعلوماتكم، وده ممكن يساعدكم كتير على التطور. ما تسيبوش أي فرص تضيع منكم النهاردة، لأن الحظ حقيقي بيحالفكم. كمان لو بتسعوا لسفر او عايزين تعملوا رحلة او سفر، النهاردة وبكرة وبعده ايام هايلة للسفر، عندكم 3 أيام من النهاردة هايلين لو بتخططوا الرحلة او عايزين تسعوا لسفر. ده كله عندكم حظ في اي حاجة ليها علاقة بالسفر من السبت النهاردة لغاية الاثنين. كمان بشوف انه مواليد الاسد اللي بيتعاملوا مع جهات أجنبية برضو هيكون بيحالفهم الحظ جدا مع الجهات الأجنبية.
نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. للأسف في النهاردة تنافر فلكي ما بين القمر والمريخ في منازل المال، فده على الصعيد المالي لازم تكونوا واخدين بالكم، ما تغامروش. النهاردة يوم غير مناسب للتجارة أو للبيع أو للشراء، ولا مناسب، يعني الوقت غير مناسب لأي قرارات مالية مهمة. مش النهاردة، لازم تتأنوا جدا وتدرسوا كويس قوي قراراتكم. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة للأسف القمر في مواجهة برجكم، ده بيخليكم تميلوا للعصبية أو للتسرع، فمهم جدا ما تتسرعوش في قراراتكم، ما تتسرعوش في عصبيتكم، حاولوا تكونوا مستعدين أكتر للعطاء وللتنازل شوية. بس على الصعيد المالي وعلى الصعيد المهني مهم جدا تاخدوا بالكم من حقوقكم. قد تكون عرضة النهاردة انه حق من حقوقكم يتاخد، فلازم لو مطالبين توقعوا اوراق او عقود تاخدوا بالكم. لو مطالبين تاخدوا قرار في شراء حاجة مهمة او بيع مهم، لازم تتأنوا جدا وتحموا حقوقكم. نروح بعد كده للعقرب. مواليد العقرب النهاردة عندكم للأسف في تنافر فلكي بيأثر عليكم صحيا أو بيخلي طاقتكم أقل. مهم النهاردة أنكم تهتموا أكتر بصحتكم وبسلامتكم، وتتبعوا نظام صحي في حياتكم، تاخدوا قسط وافر من الراحة، وتحاولوا تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم القمر في منزل الحب، وده بيديكوا طاقة عاطفية هايلة، والنهاردة ممكن تقضوا يوم رائع مع الأحباب وتزودوا أو توطدوا علاقتكم بالأحباب. كمان لو عندكم أولاد هيكون عندكم فرص تحققوا تواصل أفضل مع أولادكم. وعلى الصعيد المهني عندكم اجتهاد أكتر، وتعرفوا تحصلوا على دعم من الناس اللي بتحبكم، وتعرفوا توصلوا بصورة أفضل لأهدافكم ولتحقيق أحلامكم. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر للأسف في وضع معاكس عائليا واجتماعيا، مطلوب منكم، وطبعا في المريخ والشمس في وضع معاكس مهنيا، وبالتالي مطلوب منكم على الصعيد المهني والعائلي والاجتماعي ان انتوا تتفادوا الصدمات العنيفة مع الاهل ومع القرايب ومع الاصحاب ومع زملاء العمل او رؤساء العمل. فلازم تكونوا منتبهين، تجنبوا الدخول في اي نقاش او جدال ممكن يؤدي لصدام مع اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة القمر في منزل العلاقات بيديكوا لباقة ودبلوماسية، وبيديكوا وقت مثالي انكم تعقدوا لقاءات اجتماعية وتوطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم. كمان النهاردة ولغاية يوم الاثنين عندكم 3 ايام هايلين لو عايزين تعملوا انترفيو، فده وقت مناسب لو عايزين تعملوا انترفيو في شغل من النهاردة لغاية يوم الاثنين. مواعيد ممكن تاخدوا مواعيد مهمة، عندكم قدرة على التفاوض، عندكم قدرة على الإقناع، وعندكم قدرة تبرزوا مواهبكم جدا في العمل وللآخرين. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم للأسف في تنافر فلكي في منازل المال، وده يخليني أقول لكم لازم تنتبهوا على الصعيد المالي. النهاردة يوم غير مناسب لأي مغامرات مالية، خدوا بالكم في عمليات البيع والشراء، ما تغامروش، لازم تدرسوا كويس أي قرارات مالية بتاخدوها النهاردة. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.